نيات حسين علي في لاعب ممكن لعب الجولات الأولية حلوة ترى ثلاث أربع جولات وبحكم مهارته وسرعته هو أسامة عمري ينقلون الفريق بشكل سريع من حالة دفاعية للحالة الهجومية. في غياب الفريق كان تقريبا جهة اليمين كانت توقف في نادي قطر في غياب حسين علي، اليوم متواجد لكن أيضا في تواجد غياب إيتو أعتقد راح يأثر على 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 حسين وعلى أسامة. يونس علي. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات أم صلال ليجد نفسه في وصافة جدول الترتيب. أما عن هذه المباراة وأما عن هذا اللقاء نتحدث عن مواجهة الملك والرهيب في واحدة من مباريات الزمن الجميل في كرة القدم القطرية في ظل غياب علي المهندي أسامة عمري راشد محمد. وهذا اللقاء يريد أن يتقدم خطوات مهمة للأمام الفوز لمنتصف ملعب المباراة دانيال جومو. الكرة تبعد من دانيال جومو بتعود الكرة أقصى الجهة اليسرى حسين علي بيحاول لكن الكرة عادة بضغط كبير على 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 حاملي الكرة في وسط ملعب المباراة من جانب لاعبي نادي الريان. اللاعب الذي منذ تواجده في الموسم الماضي قدم مستويات وعروض ممتازة جدا حسين علي بعيد الكرة للخلف نادي قطر وسجل لهم 109 أهداف لكن من كان إلى جانب وصلت لسباسيان سوريا البدورة يرسل الكرة لدانيال جومو في حالة من التسرع يعرفون الرحمة أمام المرمى وبالتالي خروج جاسم الهيل كان مر انطلاقة وتمرير عمري استلم صح لحسين علي لكن الكرة والتدخل الكثير الكرة بتلعب في منتصف الملعب حسين علي يتقدم هذه الكرة وفرصة للأمام والتسديدة لكن التعامل مع الكرة اللمسة الأخيرة لم تكن بالشكل المطلوب على الإطلاق. شوف حسين علي اللي تقدم واخترق كرة خطيرة محاولة مستمرة حسين بيحاول بيمرر كرة أقصى الجهة اليسرى ما زالت أسامة عمري عرضي اللي قاوى من هذه المواجهة. الكرة تصل لحسين علي بتعود ليوسا وتواجد موسى هارون في كقلبي دفاع في الريان. الكرات الطويلة ما راح تأتي بحل راح يواجه دفاع موسى هارون ودامي التراوري مباراة بعد مباراة يبدأ فيما بينهم الانسجام والتفاهم. خطأ ينفذ الكرة تصل لحسين علي اللي بدوره يرسل الكرة لرامي فايز. الكرة بتعود في منتصف ملعب المباراة حسين علي يتقدم يبحث عن مساندة لكن الكرة ترسل للأمام الكرة لحسين حسين داخل المنطقة بيسدد لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب ومعها أحبتي الكرة العذبة لتعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول من لقاء الريان وقطر بتقدم الريان بهدف مقابل لا شيء. استراحة قصيرة فيما بين شوطي هذه المباراة وبعد ذلك لنعود مع بداية أحداث شاروا أكثر للدية وذلك ما سيتضح من خلال الجهة اليمين من أجل إعطاء حيوية بشكل أكبر وإتاحت الفرصة لحسين لكي يتقدم. حسين بيحاول يسقط على أرضية الملعب والكرة فيها خطأ يحتسب مع الدقيقة الأولى في شوط المباراة الثاني في لقطة وفي تمريرة جميلة كانت وفي تحرك جميل من حسين علي لكن دامي تراوري اللي تمكن من إيقافه من خلال هذه اللقطة. شوف التقدم وشوف المرور وشوف السقوط من حسين علي وخطأ في هذا المكان. هو لاعب سريع هو لاعب قصير ولاعب مهاري ولاعب بكل تأكيد أعتقد بأنه واحد من أبرز صالح نادي قطر الذي يحاول أن يستفيد ويستغل من استفاقته من صحوته في الدقائق الأولى في هذا الشوط الثاني من المباراة. حسين علي الله الله على اللمسة براسه كاد أن يفعلها لوكا لكن بتضيع ضاعت على لوكا ضاعت فرصة خطيرة لحارس المرمى وسخلت المهمة علي بشكل كبير وبالتالي الهدف الثاني للرحل نادي قطر. الكرة بتلعب وصلت لحسين علي الذي يفتقد بشكل كبير لإيتو في هذه المباراة. الكرة بتعود أقصى الجهة اليمين لمحمد علاء المراقب المتابع من قبل حسين علي. الكرة تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب رمية تماس كيم جونغ ودائما طبعا قيمة اللاعب الكوري الجنوبي تبقى قيمة عظيمة وكبيرة.
الكرة تلعب فيها الجهة اليسرى انطلاقة، حسين علي يتقدم، حسين ينطلق، حسين يمرر كرة داخل المنطقة عرضية، لكن الكرة مرت، الكرة مرت والكرة فيها خطأ يحتسب. حسين علي اللي هو امتداد لقائمة طويلة من اللاعبين ومن الأسماء العراقية التي كانت متواجدة هنا في قلعة الملك، كان متواجد حبيب جعفر في يوم من الأيام راضي جن. العمادي في الجهة اليسرى، الله على اللمسة من حسين، تمريرة ذكية، انطلاق لعمر العمادي اللي بدوره يرسل لحسين علي في منتصف ملعب المباراة، نقلة أقصى على الجهة اليمين، تقدم ومرور، حسين يحاول يبحث عن من، الكرة داخل المنطقة لكن الكرة تبعد، الكرة تبعد، الكرة تبعد والكرة تحولت إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. حسين علي على تنفيذ الضربة الركنية لصالح نادي قطر الذي ما زال يبحث عن هدف تقليص الفارق. حسين يرسل كرة للأمام، فرصة مرت، ما زالت مرمى لصالح نادي الرياض. هذه هي الإعادة. دودو مع كوم يونغ، الكرة بتلعب للأمام، حسين بيحاول بيسيطر عن التقدم، يمرر في مؤجلتين، وفي طبعا تبديل قادم، أحمد عبد المقصود قد يشارك، ولدينا الآن كرة لصالح نادي قطر، ركنية لصالح نادي قطر، الكرة بتلعب للأمام عالية والكرة ذلك إلى رمية تماس تحولت. أي نعم الشوط الثاني في أول لحظاته كان مختلف من جانب لاعبي نادي قطر، لكنهم لم يتمكنوا في استغلال الفرص التي لا أستطيع أن أقول بأنها كانت فرص كثيرة قد أتيحت لهم مع العشر دقائق. هو الثلاثي اللي كان يتنافس في الموسم الماضي، هو الثلاثي اللي موجود في قطر. حسين علي، كرة في الجهة اليسرى، نلعب في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، تباتا بيانيين وصافة، فهي وصافة لهم مع نهاية الدور الأول.